تحيانا الصحفي النهارده اللي عاملينه لحضراتكم قامت باعداده الزميله اسماء فرغالي عن منطقه ربما ناس كثيره مننا بتسمع اسمها احيانا، منطقه عين الصيره. هذه المنطقه من المفترض ان تكون مزار سياحي، لان هذه المنطقه غنيه ببعض المواد اللي يمكن استخدامها في السياحه العلاجيه، لكن للاسف الشديد وكعادتنا نهدر مصادر للطاقه ومصادر للسياحه، وبدل يعني اسمحوا لي اقول التعبير، بدل ما تكون مزار سياحي للاسف الشديد بقت مجال او مكان لتجميع القمامه. نشوف تحقيق الزميله اسماء فرغلي. على مساحة 30 فدانا بمصر القديمة تقع عين الصيرة التي ظهرت إثر زلزال 1926، وهي مصدر طبيعي للمياه الكبريتية التي تشفي من كثير من الأمراض، والتي عادة ما كانت تستخدم كمزار سياحي وعلاجي يجذب المواطنين من داخل مصر ومن خارجها. كان زمان مياه كبريتية، دلوقتي ما بقتش مياه كبريتية، دي نزل عليها مياه حلوة وبقت حلوة كلها، ونزل عليها صرف من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا. ولكن ها هي بحيرة عين الصيرة أصبحت ملتقا للقمامة والصرف الصحي وغسل الأواني واستحمام الحيوانات، فضلا عن إلقاء مخلفات المباني بها، وهو ما أدى إلى ارتفاع منسوب مياه البحيرة عن الطبيعي، فتغمر مياهها من حين إلى آخر المنازل والشوارع، حتى وصل ارتفاعها إلى 12 مترا عن مستوى نهر النيل. ده تاني شباك بعد الأرض، الشباك في شباك تحتي نوعه، ده التاني، ده بقى التالت، يعني اعتبر ده اتبنى فوقيه دورين. تالت دور ده ابني انا، يعني انا بقالي هنا 23 سنه في البيت ده، فعايزين حل للميه دي مش اكتر. هنا الناس يعني كلها تحت الصفر، ما فيش ميه ولا نور ولا مجاري، وغير الميه دي بقى كمان خايفين منها، ماشيه تحت البيوت وفي مغرقه ناس جوه. بنضطر نجيب هدوم مؤاخذه ونحطها عشان تمنع الميه عننا. مش لاقي مطرح نقعد فين؟ السقف من كتر ما فوق هال علي، السقف على هال علي، هعمل ايه؟ وانا نايمه على الميه فرشه كذا فرشه، يعني مشمع، وبعد المشمع سجاده، وبعد السجاده شلت علشان الميه ما تطلعليش. اما سكان المنطقه فهم ليسوا مضطرين الى تعلم العوم لكي يتمكنوا من العيش فيها، ولكن يجب التحلي بالمناعه التي تقيهم وتقي اطفالهم من الغرق في مياه مختلطه بالصرف الصحي تعيش وتتغذى عليها كل انواع الحشرات. الناس كلها مش عارفه تعيش، يعني اذا كان المياه مقدوره بنقول المياه مياه، لكن بتبص تلاقي الحشرات اللي هي في المياه اساسا اللي مبهدله.